الرئيس السيسي يتابع الموقف المائي لمشروعات استصلاح الأراضي وفق حصة مصر المائية، ويوجه بانتقاء أفضل المحاصيل بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه. مؤتمر المناخ يؤثر فعالياته، وشكري يؤكد أن مصر تعمل على توفير المناخ الملائم للوصول لمخرجات توافقية. مدبولي يعقد اجتماعا لبحث مستجدات تطوير مجمع الألمنيوم بنجع حمادي. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف المائي لمشروعات استصلاح الأراضي خاصة في منطقة توشكا بجنوب الوادي. كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود القائمة للانتهاء من مشروعات تطوير منطقة شرق الإسكندرية وفق أرقى المواصفات العالمية. كما شهد الرئيس السيسي اجتماعا لمتابعة موقف طرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي وتوفير المخصصات المائية لها خاصة في منطقة توشكا بجنوب الوادي. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على حجم الأعمال الحالي في مختلف مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية بما فيها مناطق توشكا والعوينات ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، لا سيما ما يتعلق بالموقف المائي الخاص بتلك المشروعات، وذلك وفق حصة مصر المائية الثابتة من إيراد نهر النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا. كما تم عرض الموقف العام لمشروع توشكا إلى جانب الموقع الجغرافي لمساحات الأراضي الإضافية المنتظر التوسع فيها لاستصلاحها ضمن المشروع، فضلا عن الدراسات ذات الصلة بكل من تضاريس المنطقة واحتياجاتها المائية ومصادر الطاقة اللازمة وصلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة. وقد وجه السيد الرئيس بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار خاصة عن طريق نظم الري الحديث وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلا عن منظومة الصوب الزراعية إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، والدكتور إسماعيل شاكر رئيس مجموعة شاكر الاستشارية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد
الرئيس اطلع على مستجدات تطوير منطقة شرق الإسكندرية، وذلك ضمن المخطط التنموي المتكامل لتطوير محافظة الإسكندرية. وقد تم في هذا الإطار عرض تفاصيل تطوير منطقة شرق الإسكندرية، خاصة ما يتعلق بإنشاء مدينة أبو قير الجديدة، والتي تعد أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية، فضلا عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، وهو ميناء أبي قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبي قير الجديدة، بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة الجهود القائمة للانتهاء من مشروعات تطوير منطقة شرق الإسكندرية وفق أرقى المواصفات العالمية، وذلك في إطار التنمية الشاملة للمحافظة في كافة القطاعات، مع ربط تلك الجهود بالتطوير الجاري حاليا في شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بمدينة الإسكندرية، مما يساعد على تخفيف الضغط عن أحياء شرق ووسط الإسكندرية ويحقق سهولة حركة تنقل المواطنين والمركبات والتجارة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمد أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، واللواء أركان حرب ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية صافي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض موقف طرح الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على بدء الإجراءات تمهيدا لطرح حصص من تلك الشركات لتداول أسهمها في البورصة، خاصة الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي، وذلك بهدف توسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفعالية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حاليا في مختلف القطاعات. رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركة الحالية للرئيس البرازيلي المنتخب في قمة المناخ بشرم الشيخ، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في تحقيق تطلعات الشعب البرازيلي الصديق. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دي سيلفا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بالبرازيل، خاصة مع تجربتها التنموية الرائدة وما حققته من تقدم على الصعيد الاقتصادي، معربا عن التطلع للعمل المشترك مع الرئيس المنتخب دي سيلفا لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. ومن جانبه أعرب الرئيس البرازيلي المنتخب عن تقديره لما يجمع بين البلدين الصديقين من روابط متينة، مشيدا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على حرصه على الحضور إلى مصر تلبية لدعوة الرئيس السيسي للمشاركة في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ COP27. أعلنت لجنة العفو الرئاسي إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطيا وفقا للقواعد المنظمة لعمل اللجنة. وأشارت لجنة العفو الرئاسي إلى أنها مستمرة في عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وأكدت اللجنة في بيان استمرار عملها في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيا، وذلك بالتنسيق المستمر مع أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية. We'll be right back.
تتواصل فعاليات كوب 27 من شرم الشيخ، حيث ينضم إلينا مراسل التلفزيون إلى هناك كريم بيبرس. كريم، هل لك أن تحدثنا عن ما شهده اليوم من فعاليات؟ نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بدأ اليوم فعالياته بالسمة الرئيسية لهذا اليوم، وهي الطاقة والمجتمع المدني، وهم ملفان هامان جدا في التعامل مع التحديات والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع. في حقيقة الأمر أن الطاقة كان لها ربما المجال الأوسع والأهم اليوم، خصوصا أن التحول للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر كان هو ربما النقاش الرئيسي والأساسي في العديد من جلسات اليوم التي بدأت منذ صباح اليوم، وربما بعض منها جلسات مغلقة ما زالت مستمرة حتى الآن للخروج بتوصيات وآراء متنوعة حول آليات تنفيذ هذه الآراء والتوصيات التي من المفترض أن تخرج من كوب 27. بدأ اليوم بجلسة هامة للتعامل مع الطاقة الخضراء والتحول للهيدروجين الأخضر، وأيضا كان هناك عدد من وزراء الطاقة ووزراء الكهرباء في يعني الذين جاءوا من الكثير من دول العالم، سواء كانوا من الدول الأفريقية أو حتى من الاتحاد الأوروبي أو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية، تواجدوا في جلسات نقاشية مجمعة وجلسات أيضا نقاشية خاصة للتحول ودعم التحول الأخضر، وفي الأساس الدعم المادي أو التمويل الخاص بالتحول الأخضر والتعامل بالهيدروجين الأخضر. هذه كانت نقطة هامة، وتحدثوا أيضا عن فكرة الدعم الحكومة والحكومات المختلفة والقطاع الخاص لهذا التحول، سواء كان للبلاد التي تأثرت بشكل سلبي في البلاد النامية أو حتى الدول الصناعية عن دعمها المادي لهذه الدول النامية، وأيضا تعويض الدول النامية عن الخسائر التي حلت بها بسبب هذه التغيرات التي حدثت بسبب الدول الصناعية في الأساس. كان هناك دور فعال وهام جدا لمنظمات المجتمع المدني اليوم في عدد كبير من الجلسات، والذين رصدوا الوضع الفعلي على أرض الواقع للشعوب التي تأثرت بالتغيرات المناخية، وناقشوا كيف تأثرت بعض البلدان بالفعل من الفيضانات أو حتى المجاعات، وخصوصا الدول الساحلية التي يعني تمس بشكل مباشر المحيطات أو البحر أو غيره من الموارد المائية المتواجدة على الكرة الأرضية. يعني تحدثوا عن آليات التعويض ومنظمات المجتمع المدني ويعني وسائل العمل على أرض الواقع، وأيضا ما هي المفاتيح الهامة التي يجب العمل عليها لوضع الحلول على طاولة المفاوضات والنقاشات، وأيضا التطبيق الفعلي للحلول. وبالطبع لتطبيق هذه الحلول كان هناك نقاش هام حول 100 مليار دولار الذي تعهدت بها الدول الصناعية في جلاسكو واتفاقية باريس وغيرها، وأنها لم تطبق حتى الآن. ولكن من الجانب الآخر من الدول الصناعية تحدثوا عن بداية جديدة للتطبيق الفعلي، خصوصا من كوب 27 من مصر، وبدعم مصر كبير لهذا التوجه، توجه التطبيق الفعلي. بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية بدعم التحول الأخضر في عدة دول، ومنها جمهورية مصر العربية، وكان هناك أيضا حديث عن محطات الطاقة الشمسية على حدود المكسيك على سبيل المثال، وبعض أيضا الاستثمارات في مدغشقر، وعدد آخر وكبير من الدول، وأيضا توائم ويعني اتفاق واتفاقيات مختلفة داخل الدول الأفريقية وأيضا بعض الدول الآسيوية للتحول الأخضر، ونقل أيضا الخبرات في التحول الأخضر. هنا في مصر كان هناك يعني بداية للتحول للهيدروجين الأخضر وإنشاء المصانع الخاصة بالهيدروجين الأخضر، واتفاقية خاصة مع المملكة العربية السعودية في التعامل في إنشاء مصانع الهيدروجين الأخضر، وكان هناك بالطبع إشادة في حقيقة الأمر من بعض الدول الأفريقية وقادة الدول الأفريقية عن نقل هذه التجربة
للدول الأفريقية، وبالإضافة لنقل تجربة الهيدروجين الأخضر كان هناك حديث حول نقل تجربة مبادرة حياة كريمة للدول الأفريقية، وهي أيضا جزء منها هو تطوير حياة الشعوب، ولكن أيضا تطوير يكون صديق للبيئة. نعم. بالإضافة لكل هذه التطورات الخاصة بطبع المجتمع المدني والطاقة، كان هناك الجزء الخاص بزيارة الرئيس البرازيلي هنا في كوب 27، والذي كان هناك بالطبع حديث عن في الأساس عن الوصول للحلول الجديدة، خصوصا أن البرازيل كانت من أكثر الدول المليئة بالغابات الخضراء، ولكن تقلصت هذه المساحات بشكل كبير في الفترة السابقة، مما أدى أيضا لزيادة كبيرة في الانبعاثات الكربونية وأثر بشكل مباشر على التغيرات المناخية. لذلك توجه جديد وتكاتف دولي لمساعدة البرازيل لعودة هذه الغابات أيضا وزيادة المساحة الخضراء مرة أخرى. نعم أسمع. هل من مبادرات خرجت من فعاليات هذا اليوم؟ ربما يعني لا يوجد مبادرات رئيسية تم الاتفاق عليها، ولكن كان هناك نقاشات مختلفة يعني للوصول لهذه الحلول. كان هناك مبادرة بالأمس يعني من المفترض أن يتم العمل عليها، مبادرة أويك، وهذه مبادرة هامة لتوعية أيضا والاهتمام بالتحول الأخضر بشكل عام. هناك العديد من البيانات التي ستصدر غدا بناء على الاتفاقيات التي حدثت اليوم، وفي حقيقة الأمر ما زالت هناك بعض الجلسات المغلقة كما ذكرت في البداية ما زالت تعمل على الخروج بهذه التوصيات وكتابتها بشكل متفق عليه من جميع الجهات لتخرج غدا، خصوصا أن الاتحاد الأوروبي اليوم كان له مبعوث خاص تحدثت عن التحول الأخضر والتعاون بين القارات للتحول الأخضر، وأيضا تحدثنا معها عن أن غدا سيكون هناك إلقاء كلمة خاصة واتفاق خاص سيظهر غدا للتحول الأخضر، وأيضا كان هناك مبعوثة للاتحاد الأفريقي والتي تحدثت أيضا عن هذا الاتفاق الذي سيتم يعني عرضه غدا أو الإفصاح عنه غدا بالتعاون بين العديد من ممثلي دول القارات، سواء القارة الأفريقية أو قارات الولايات المتحدة أو حتى الاتحاد الأوروبي. نعم، مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كنت معنا من مدينة شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك. عقد وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر كاب 27 سلسلة من اللقاءات مع الوزراء المكلفين بتيسير مفاوضات المناخ. وطلع شكري خلال اللقاءات على مجريات مفاوضات المناخ حول شتى الموضوعات ودفع الجهود للتوصل إلى مواقف توافقية، وشملت اللقاءات وفود إسبانيا والمالديف المسؤولين عن تيسير المفاوضات حول الهدف العالمي للتكيف مع تغير المناخ، وسنغافورة والنرويج المعنيين بموضوعات أسواق الكربون، بجانب الهند وأستراليا حول تمويل المناخ، فضلا عن الدنمارك وجنوب أفريقيا بشأن خفض الانبعاثات. قال رئيس مؤتمر كوب 27 وزير الخارجية سامح شكري إن قطاع الطاقة يمثل أحد أكثر القطاعات المسببة للانبعاثات الكربونية. وخلال مشاركته في فعالية إطلاق يوم الطاقة ضمن فعاليات مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ، أكد وزير الخارجية ضرورة أن يكون التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة عادلا، بحيث يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالدول النامية، ومن بينها الدول الأفريقية التي لا تتوفر للملايين من أبنائها طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تعمل على توفير المناخ الملائم لإحراز المفاوضات والتنسيق مع المجموعات التفاوضية. وأوضح شكري أن ذلك يأتي بهدف الوصول إلى مخرجات توافقية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية وتبعاتها. مصر باعتبارها الدولة المضيفة ورئاسة المؤتمر تعمل على توفير المناخ الملائم لإجراء المفاوضات، التنسيق مع المجموعات التفاوضية للوصول إلى نقطة التوافق فيما بينها، رعاية المفاوضات والإشراف على الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى مخرجات توافقية، تعمل ذلك بموضوعية وبحياد وتؤكد على الأطراف مسؤوليتهم تجاه
مواطنيهم تجاه العالم، تجاه الكوكب، تجاه الأجيال القادمة، بأنه هي قضية جوهرية، قضية وجودية لا يمكن أن يتم التعامل الفعال معها إلا من خلال التعاون ومن خلال تفهم لكل طرف لمحددات واحتياجات الطرف الآخر بشكل فيه عدل وفيه مساواة. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن ملف المناخ، أكد أن مصر تتمتع بقدرات هائلة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وعلى هامش فعاليات قمة المناخ أضاف المسؤول الأوروبي أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي سيحددها الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة. الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي سيحددها الطاقة والتحول نحو الطاقة المتجددة. تتمتع مصر بقدرات لا نهائية في طاقة الرياح وطاقة الشمس وتستثمر مصر فيها. تحتاج أوروبا إلى مزيد من الكهرباء وتحتاج إلى الهيدروجين الأخضر في المستقبل. هذه شراكة مقدرة ستمثل أمرا مفيدا ويحقق أرباح وسيفيد مصر ويحقق تنمية في مصر. إنه موقف يربح فيه الجميع من الجانبين. أكد مفوض الاتحاد الأفريقي موسى فقي الحاجة إلى طاقة مستدامة نظيفة حتى يحظى العالم أجمع بالاستدامة الاقتصادية والمناخية. جاء ذلك في كلمة ألقتها نيابة عنه أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي في إطار مناقشات يوم الطاقة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27. وأكدت أن القارة الأفريقية فخورة بالتنظيم الرائع الذي قامت به مصر لهذا المؤتمر العالمي. من جهته أكد ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس أن أوروبا ملتزمة بتخفيض انبعاثاتها بنسبة 55% بحلول عام 2030. وأضاف تيمرمانس أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم الاتفاق على عدة تشريعات لخفض الانبعاثات والتخفيض التدريجي للسيارات التي تؤدي إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مضيفا أن أوروبا تسير نحو المسار الصحيح. وأعلن تيمرمانس أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستكمال المساهمات المحددة وطنيا لمواجهة تغير المناخ. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن استراتيجية الوصول إلى صفر انبعاثات صفرية تركز على ثلاث نقاط أساسية، وهي تسعير الكربون وخطة الاستثمار الأخضر بالإضافة إلى التدابير اللازمة للتحول. جاء ذلك في تحليل أصدره المركز. وأشار المركز إلى أن ما يشهده العالم في الأونة الأخيرة من أثار مدمرة للتغير المناخي بشكل متزايد وتتمثل في اضطرابات اقتصادية واجتماعية نتجت عن الأعاصير كما في بنغلاديش والفيضانات غير المسبوقة كما في باكستان وموجات الحر الشديدة في أوروبا وجفاف الأنهار في الصين وأفريقيا. تواصل منصة منتدى شباب العالم مناقشتها حيث عقدت جلسة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لحماية الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا من التغيرات المناخية بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ. وخلال الجلسة تمت مناقشة ظاهرة التغير المناخي وتأثيرها البيئي والاقتصادي، حيث تمت الإشارة إلى أن الشراكات ستكون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات متعددة الأطراف والمجتمع المدني لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأهداف اتفاقية باريس للمناخ. عقدت منصة شباب العالم جلسة تحت عنوان الشراكة بين القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف الجلسة إلى حماية التجمعات التي تعاني من التغيرات المناخية. هذا وقد أقيمت جلسة حوار بمنتدى شباب العالم الذي يأتي على هامش أعمال مؤتمر المناخ، حيث تناولت الجلسة التنسيق الذي يحدث بين الحكومة والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات خضراء. تحية
التحالف النهارده توافقنا على انها نعمل بروتوكول في التعاون فيما بيننا وبينهم. عايز اقول ان المؤسسات والجمعيات الموجوده داخل ال 27 محافظه في تعاون بينها وبين المحافظات. احنا بنسمي ده طبعا ان شاء الله هنعمل بروتوكول لمساعدتهم في ان هم يستطيعوا ان هم يحققوا خدمات لصالح المجتمع المدني، وده احنا اصلا ده في الصالح العام. ويمكن هو دي يعني انا عايز اقول ان مجرد الفكره نفسها وان اعلان ان هذا العام يكون عام للمشاركه مع المجتمع المدني، دي فكره فخامه الرئيس واحنا بنرحب بده، وان شاء الله يكون بينا تعاون كبير في المرحله الجايه. الحقيقه اتكلمنا النهارده عن كيفيه التشبيك ما بين دور التحالف الوطني والجمعيات الاهليه والمجتمع المدني الموجود في يعني كل المحافظات وما بين المحافظين والساده التنفيذيين في وجود طبعا وزير التنميه المحليه. كان نقاش مثمر جدا لان في فرص كتير قوي للتعاون، ممكن انه في الفتره الجايه ان شاء الله بوجود التحالف بانشطه تنمويه مختلفه، بوجوده بالقوافل بتنزل تغطي كل محافظات الجمهوريه. الحقيقه وجودنا بشكل في تشارك مع الساده المحافظين والتنفيذيين ده بيسهل علينا المهمه، لانه احنا لوحدنا مش هنقدر يبقى لينا وجود مكثف بدون ما نبقى محتاجين دعم كبير جدا من الدوله، من الحكومه، من التنفيذيين. نظم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ مسيرة بهدف تقليل استخدام الوقود الأحفوري، حيث يتسبب في زيادة الانبعاثات والاحتباس الحراري ورفع درجة حرارة الأرض. احنا جايين النهاردة بالنادي لاستخدام أقل للوقود الأحفوري، لأن هو بيسبب مشاكل كبيرة جدا زي الاحتباس الحراري، واحنا حاليا بنستخدمه بكميات مهولة جدا. مع وجود بديل وهو الطاقة المتجددة زي الطاقة الشمسية والطاقة الرياح، ومع ذلك كميات استخدامنا حاليا ممكن تخليه يكون مش موجود على 2050. فاحنا محتاجين نعمل خطة واستراتيجية اللي هي موجودة في الأساس على 2050 ان احنا نستبدل الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة. احنا على مدار الفترة اللي فاتت في خلال فعاليات كوب 27 نظمنا العديد من الوقفات الاحتجاجية بمواضيع مختلفة، والنهاردة الموضوع اللي احنا موجودين وبنعمل وقفة عشانه هو موضوع الوقود الأحفوري. ايه مشكلة الوقود الأحفوري؟ مشكلة الوقود الأحفوري ان احنا دلوقتي استخدامه بيسبب انبعاثات كربونية كبيرة جدا، وده بيزود الاحتباس الحراري وبيأثر على درجة حرارة كوكب الأرض، وده بيؤدي لتغيرات مناخية كبيرة جدا. على الجانب الآخر معدل استخدامنا للوقود الأحفوري أصلا معدل كبير جدا، فده هيخلي في أقل من 50 سنة الوقود الأحفوري ينتهي من على كوكب الأرض. فاحنا هنا بالنادي أن يتم تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، نبتدي نعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة عشان نقدر نوصل لخطة 2050 للتكيف على ظروف تغير المناخ، أن احنا نوصل ل 100% من استهلاكنا طاقة جديدة ومتجددة. ده احنا مش هنقدر نوصل له في 2050 مرة واحدة، لازم يبدأ تدريجيا، فلازم ننادي بده من دلوقتي. نظم تحالف القوى المدنية بمنطقة تظاهرات مسيرة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ. المسيرات تحمل الشعارات وهتافات لمياء لا حياة من أجل الحفاظ على الحقوق المائية للقارة الأفريقية والعالم، حيث إن الماء هو المحرك الرئيسي للطبيعة. النهاردة العالم كله مهدد بالفقر المائي بسبب تغيرات المناخ. في البداية بنحب نقول أن كل 90 ثانية بتمر علينا في طفل في العالم بيموت بسبب الفقر المائي، وعلشان كده احنا كلنا أكيد لاحظنا أن في دول كتيرة على مستوى العالم تحولت بسبب تغيرات المناخ من أراضي خصبة إلى أراضي متصحرة. والنهاردة مصر بصفتها دولة رائدة وقائدة لقارة إفريقيا بتطالب العالم كله بالحفاظ على الماء لعدم تعرض أي دولة فينا على الكوكب للفقر المائي. المشكلة خطيرة جدا ولازم الناس تدركها قبل ما تتفاقم، لدرجة أن عالميا كل 90 ثانية في طفل بيموت، غير أن مصر كدولة رائدة إفريقيا وعالميا بتطالب بالتوعية دي وبتطالب بالحقوق اللي كل إنسان إن هو يحصل على مياه نظيفة وصالحة للاستهلاك. بننظم النهاردة وقفة احتجاجية بنطالب إن يكون في إجراءات على أرض الواقع وحلول حقيقية ملموسة لمشكلة فقر المياه. حضرتك قارة أفريقيا من أكتر القارات اللي موجود عندها مصادر متعددة للمياه، وعندنا برضو أكبر عدد من الدول بتعاني من فقر المياه. حضرتك إحنا بنطالب إن يكون في إجراءات صارمة ويكون في تعهدات بين الدول بتوزيع حصة المياه. إحنا النهاردة عاملين وقفة احتجاجية لحق الدولة المصرية والقارة الأفريقية كلها في نقطة
محطه مياه. عايزين نقول للعالم ان بدون المياه لا توجد حياه. الامن المائي هو الامن القومي للقاره الافريقيه. استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السيد مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي. وخلال اللقاء ناقش الجانبان الخطوات التنفيذية لاستضافة مصر المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي، فضلا عن تناول العلاقات بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي وسبل تعزيزها في ظل قرب الاحتفال بالذكرى المئوية لانضمام مجلس النواب المصري للاتحاد البرلماني الدولي. وقبيل لقائه المستشار الدكتور حنفي جبالي، اصطحب المستشار أحمد بناع أمين عام مجلس النواب السيد مارتن تشينغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي في جولة تفقدية لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجاء ذلك عقب انتهاء أعمال الاجتماع البرلماني العالمي والذي نظمه مجلس النواب المصري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي على هامش قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ. وخلال الجولة استمع أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي لشرح واف حول تفاصيل وأجزاء المبنى وأسلوب العمل بداخله، والذي يمثل طفرة إنشائية تليق بمقر المؤسسة التشريعية بالجمهورية الجديدة التي دشنتها الدولة المصرية مؤخراً. استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسة مجلس الشيوخ الأوزباكستانية، وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تطلعه في أن تسهم الزيارة الحالية لرئيسة مجلس الشيوخ الأوزباكستاني في تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجال البرلماني والتشريعي، وتمتد إلى مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية في ظل العلاقات المميزة بين القيادتين السياسيتين للبلدين. من جانبها أعربت رئيسة مجلس الشيوخ الأوزباكستاني عن تقديرها لمصر قيادة وشعبا، ودعت رئيس مجلس الشيوخ لزيارة أوزباكستان. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية فيما يخص تدبير الأصناف والكميات اللازمة من الأدوية والمستحضرات الطبية من خلال آلية الشراء الموحد، لا سيما في ظل الأزمة العالمية الراهنة. وجاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مع رئيس الهيئة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة. وأشار رئيس الوزراء إلى دور هيئة الشراء الموحد للدواء في المساعدة في تنفيذ خطة لتوطين صناعة الدواء في مصر للاستفادة من المقومات والفرص الواعدة وطنيا في هذا المجال تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. واستعرض اللقاء آخر التطورات المتعلقة بمشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية، حيث سيتم البدء بتنفيذ 6 مخازن على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير جودة التخزين العالمية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث مستجدات تطوير وتشغيل مجمع الألمنيوم بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا. وأكد مدبولي أنه تم إجراء دراسة متكاملة بهدف رفع كفاءة مجمع الألمنيوم بنجع حمادي لتطوير دورة العمل والتوسع في الإنتاج. كما لفت مدبولي إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل أهمية هذا الصرح باعتباره الوحيد المتخصص في هذه الصناعة الاستراتيجية على أرض مصر، حيث ستسهم زيادة الإنتاج في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتخصيص جانب للتصدير. وصل النائب العام لجمهورية مصر العربية المستشار حمادة الصاوي وفي صحبته وفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية إلى المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات الاجتماع الثاني لجمعية النواب العموم العرب التي ترأسها النيابة العامة المصرية.
ويعقد الاجتماع خلال يومي 16 و17 من نوفمبر الجاري، والذي تستضيف انعقاده بمحافظة جدة النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية نائب رئيس الجمعية لمنطقة الخليج. ويأتي هذا الاجتماع تحقيقا لأهداف الجمعية نحو تعزيز سبل التعاون القضائي الدولي بين الدول الأعضاء. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديرية الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمواجهة الجرائم التموينية المتنوعة وفي مقدمتها حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن من ضبط أكثر من 135 طن ونصف الطن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتعبئة ملح الطعام بالقاهرة، وضبط 90 طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 23 طن لحوم ودواجن ومقطعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤولين عن عدد من سلاجات حفظ السلع الغذائية بالجيزة والقليوبية، وتمكنت من ضبط قرابة 12 طن دقيق أبيض وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة والمنوفية، وضبط أكثر من 12 طن مستلزمات إنتاج دهانات ومنتج نهائي مجهول المصدر ومدون عليها علامات تجارية مقلدة بحوزة المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة البويات بالجيزة. واستمرارا للتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 51 طن أسمدة ومخصبات زراعية تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة بالجيزة والمنوفية، وضبط أكثر من 39 طن أعلاف حيوانية غير معلن عن أسعارها تم تجميعها بقصد بيعها بأزيد من سعرها المعلن وبأسعار السوق السوداء بالمنوفية وقنا. كما تمكنت من ضبط 30 طن أسمنت بحوزة ملك مخزن لتجارة مواد البناء بالمنوفية، قام بتجميع هذه الكمية لبيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء. كما تمكنت من ضبط أكثر من 66 طن دقيق بلدي مدعم تم الاستيلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء خلال حملات أمنية شنتها بالقاهرة والجيزة والشرقية، ونجحت في ضبط 48 طن مكرونة وسكر وملح قام المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالجيزة بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتمكنت من ضبط أكثر من 28 طن أرز أبيض ومكرونة ودقيق تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، وذلك خلال حملات شنتها الأجهزة الأمنية بالجيزة وكفر الشيخ. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 623 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 223 طن مواد غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 155 طن، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 68 طن. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 903 قضايا من بينها 334 قضية خبز ناقص الوزن و150 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 36 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 364 طن. ما زالت نشرة التاسعة متواصلة وتتابعون فيها. مجموعة العشرين تواصل اجتماعاتها في إندونيسيا وسط أمال بإنعاش الاقتصاد العالمي. We'll be right back.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لا ترفض التفاوض مع أوكرانيا، ولكن النظام الأوكراني هو الذي يرفض ذلك. وأضاف لافروف في تصريح عقب حضوره مجموعة العشرين أن موسكو لا ترفض التفاوض، مشيرا إلى أن استمرار نظام كييف في الرفض يصعب من التوصل إلى اتفاق. ويرأس لافروف الوفد الروسي في اجتماعات مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا يومي 15 و16 من نوفمبر. حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي مواطني بلاده من احتمالية مواجهة المزيد من الهجمات الصاروخية الروسية عقب وقوع موجة من القصف الصاروخي على أنحاء مختلفة من البلاد. وقال الرئيس الأوكراني إن كييف ستصمد في مواجهة الهجمات الروسية. كانت موجة جديدة من الهجمات الصاروخية وقعت على عدة مدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف، تسببت في حدوث انقطاعات في إمدادات الكهرباء، ولقي شخص واحد على الأقل مصرعه من جراء القصف الروسي. أدانت مسودة إعلان لزعماء دول مجموعة العشرين الحرب في أوكرانيا. وشددت المسودة على أن الأزمة الأوكرانية تفاقم الهشاشة في الاقتصاد العالمي. وقالت مسودة الإعلان التي أكدها دبلوماسي أوروبي إن هناك آراء وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات، ولم يتم اعتماد الإعلان بعد. وأضافت المسودة أن زعماء مجموعة العشرين يدركون أن القضايا الأمنية يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. قالت وكالة الطاقة الدولية إن الحظر الذي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تنفيذه قريبا على الصادرات المنقولة بحرا من النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية سيقود إلى حالة غير مسبوقة من عدم اليقين في أسواق النفط. وقالت المنظمة المعنية بمراقبة أسواق الطاقة إن الحظر سيضع المزيد من الضغوط على توازنات النفط العالمية، خاصة على أسواق الديزل التي تعاني بالفعل من شح شديد. انكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع للمرة الأولى خلال عام في الربع الثالث من 2022، وذلك مع تأثر استهلاك الأسر والشركات بمخاطر الركود العالمي وضعف الين وارتفاع تكاليف الاستيراد. ويواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم صعوبات على الرغم من رفع قيود مكافحة جائحة كورونا في الآونة الأخيرة، كما زادت الضغوط جراء التضخم العالمي والزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم بسبب تداعيات أزمة أوكرانيا. أعرب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن تفاؤله بأن مجموعة العشرين ستواصل دورها كمحافز للانتعاش الاقتصادي الشامل وسط الظروف العالمية الصعبة حاليا. وشدد الرئيس الإندونيسي على ضرورة مواصلة المجموعة العمل لتقديم نتائج ملموسة للتعافي العالمية، وذلك من خلال مختلف الجهود والتي تشمل تجهيز الأموال لمواجهة الأوبئة في المستقبل عبر صندوق مكافحة الأوبئة ودعم المجالات المالية للبلدان منخفضة الدخل. كما تشجع مجموعة العشرين التسريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسعى جاهدة أيضا لإحراز مئات الأشكال من التعاون الملموس ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي الأكثر تقدما واستدامة من خلال اتفاق بالي بشأن التحول في مجال الطاقة. اختتمت فعاليات أنشطة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ حياة لتدريب العمالة بمحافظة سوهاج. يأتي البرنامج في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، حيث تم تدريب الشباب على مجموعة من الحرف المختلفة. كما شملت المبادرة عقد محاضرات توعوية وتثقيفية، بالإضافة إلى وجود برنامج رياضي وترفيهي شامل وورش ثقافية.
أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قافلة طبية شاملة بتخصصات مختلفة بالكنيسة الإنجليزية بمحافظة السويس. وفي محافظة المنوفية تم إجراء عمليات مياه بيضاء وجراحات طبية مجانا بالمستشفى العسكري بشبين الكوم بمحافظة المنوفية. أما في محافظة البحيرة فتم عمل عمليات مياه بيضاء وزرع عدسة وفحوصات قياس بمركز وادي النطرون ودمنهور. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. تقدم أخبار الاقتصاد دينا شرف. تفضلي دينا. شكرا لك إيمان. شكرا لك سحر. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. بمناسبة اليوم المتخصص للطاقة ضمن فعاليات كوب 27، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على الجهود المصرية للتحول للطاقة النظيفة، وأشار المركز إلى نجاح مصر في أن تصبح من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في إفريقيا منذ عام 2010 نتيجة لرفع قدراتها في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما أوضح مركز المعلومات أن مصر استفادت بشكل كبير من التوظيف الجيد لاستثمارات الطاقة المتجددة التي تلقتها، وذلك خلال الفترة من 2010 حتى 2020، مما شجع مصر على تمثيلها لقارة إفريقيا خلال مؤتمر المناخ. عقد وزير البترول طارق الملا جلسة مباحثات مع وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة بالجناح المصري في قمة المناخ بشرم الشيخ، واستعرض الوزيران أوجه العلاقات المشتركة في قطاع الغاز الطبيعي. كما أكد الملا أن مصر تتبنى استخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي نظيف في مزيج الطاقة لديها، وذلك لتلبية الاحتياجات المحلية والمساهمة في تأمين جانب من الطلب الإقليمي، مضيفا أن قطاع البترول يقوم بتكثيف أنشطة البحث عن الغاز الطبيعي بالمناطق الواعدة، وذلك في إطار مساعي زيادة الاحتياطات والإنتاج وتوفير كميات أكبر من الغاز الطبيعي. فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجائزة الأمم المتحدة للتميز عن عام 2022. جاء ذلك تقديرا لجهود الهيئة في تحقيق التميز في استهداف وتعزيز الاستثمار المستدام في قطاع الأعمال الزراعية. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد عبد الوهاب إن الجائزة تعد شهادة الثقة في نجاح مصر في دعم وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار المستدام وجذب استثمارات ذات قيمة مضافة. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين. وارتفع رأس المال السوقي بما يعادل 498 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 799 مليار و802 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12137 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 2297 نقطة. وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 46% ليغلق عند مستوى 3363 نقطة. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية منخفضة مع تراجع أسعار النفط لمخاوف بشأن الطلب، وكان المؤشر القطري الأكثر انخفاضا بين مؤشرات المنطقة. وفي قطر خسر المؤشر بقيمة 1.4% مع تراجع كل الأسهم المدرجات تقريبا، كما تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 9%، كما انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 6%، وتراجع أبو ظبي كذلك بنسبة 9%.
ختام أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى إيمان وسحر، إليكما. شكرا لك دينا شرف. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن وقف صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال فترة استبدال بطاقات الصرف القديمة بكروت ميزة. وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لوقف صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال فترة استبدال بطاقات الصرف القديمة بكروت ميزة. وشددت الوزارة على استمرار صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة من منافذ الصرف المختلفة دون توقف، وأن عملية استبدال بطاقات الصرف القديمة لا تتطلب سوى توجه المستفيد لأحد مكاتب الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات لاستلام بطاقة ميزة وتسليم البطاقة القديمة دون دفع أي رسوم مادية. أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي أن المبادرة الرئاسية إحياء الجذور تعد انعكاسا واضحا لمتانة العلاقات التاريخية بين مصر وقبرص واليونان. وخلال لقائها مع نظيريها اليوناني والقبرصي في إطار الاستعداد للنسخة الجديدة من المبادرة، أكدت الوزيرة أن المبادرة تهدف للعودة إلى العادات التي امتزجت عبر السنين لتشكل وجدان شعوب جمعها تاريخ مشترك وحاضر يحمل الخير. اتفقنا اليوم على المزيد من المبادرات الجديدة الخاصة بالشباب، اتفقنا على المزيد من المبادرات الخاصة بالسياحة وخصوصا السياحة البحرية وسياحة الموانئ، اتفقنا أيضا على انعقاد اجتماعاتنا في الفترة القادمة سواء كانت اجتماعات ثلاثية على المستوى الوزاري أو اجتماعات تجمع شباب الدول الثلاث، اتفقنا أيضا على عقد المزيد من الاجتماعات سواء كان في دولنا الثلاث بما في ذلك على هامش منتدى الشباب الذي يعقد سنويا تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، واتفقنا كذلك على عقد اجتماعات فيما نسميه 3+1. والآن مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية. ودينا شرف، إليك دينا. شكرا لك سحر، شكرا لك إيمان، والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة: العظمى 24، الصغرى 17، إسكندرية 23 17، مطروح 22 16، بورسعيد 22 18، الإسماعيلية 25 16، السويس 25 17، العريش 23 17، طابة 23 20، شرم الشيخ 26 19، الغردقة 27 19، الأقصر 24 17، أسوان 27 17، وادي الجديد 24 12، شلاتين 29 21، واخيرا حلايب 25 21. والان نستعرض معكم درجات الحراره المتوقعه غدا في عدد من العواصم والمدن العربيه والعالميه. We'll be right back.
والآن نترككم مع أبرز لقطة في اليوم. هذه اللقطة انتهت نشرة الأخبار، وتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يتابع الموقف المائي لمشروعات استصلاح الأراضي وفق حصة مصر المائية، ويواجه بانتقاء أفضل المحاصيل بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه. مؤتمر المناخ يواصل فعاليته، وشكري يؤكد أن مصر تعمل على توفير المناخ الملائم للوصول لمخرجات توافقية. مدبولي يعقد اجتماعا لبحث مستجدات تطوير مجمع الألومنيوم بنجا حمادي.